نهضروا شويه برك على الحراقه والناس اللي راهم يروحوا في البوابر والدنيا. فليك طوري بالموت. انا نصيحتي يا خويا صالح، نصيحتي انا كانسان حوت وجربت خدمت البحر حتى وما طولش فيه، بصح خدمت حوات في وهران، خدمت حوات في القاله هذاك اسمه في سكيكده، خدمت حوات في سكيكده في جيجل، وخدمت حوات في الجي، وخدمت حوات في شالوتي في الطاليان، ونعرف شنو هو البحر ونعرف شنو هو الموفيت. يا اخي اذا كنت رايح في فلوكه تاع 24 ساعه و 36 ساعه وما على باش واش راح يصير لك بحر خداع، يا اخي ما تحرقش الكبده تاع والديك، يا اخي انت راك تموت ياكلك الحوت، بصح يماك وباباك راهم يموتوا بالسنتيم بالسنتيم، يموتوا السكر ولا طونسيون ولا دار الشر من وراك، على اساس انك زعما النيه تاعك بالك راح تعاونهم ما نشكوش فيها، مي لو كان تقول لي بالك رايح في فلوكان تاع 3 سوايع 4 سوايع اللي توصلوا هذوك الماي ماي، ما بالك نقول لك روح الفيزا اترافيكي فيزا احرق ما على باليش على الجبل احرق اخطيكم من الفلايك هادو يا خاوتي، راكم هلكتوا روحكم هلكتوا والديكم معك، والديكم يحتاجوكم، على بالي باللي الضيق ومشاكل هنا والخدمه ما كانش والدنيا ومن هنا، مي كي تعود حارق اعرف كيفاش تحرق. هذه وحده. النقطه الثانيه، الناس اللي راهم في الغربه وعندهم كوارث ونعم عليهم ربي، يا اخي ما تجيش تغني للناس اللي ما عندهمش كوارث ولا جاي جديد تقفلها له في وجهه، اي ما مليحاش، اي صعبت، اي تزيرت، اي مسدوده، اي انا نعرف ناس دخلوا حراقه وما عندهمش كوارث وداروا التاويل خير من الناس اللي ما عندهمش اللي عندهم الكوارث. والرزق ربي. الرزق ربي، وهذه بلاد ماشي بلادك، هذه ارض الله. مرحبا بالجميع، وهاو عبد الرحيم يسمع فيكم، وهاو خويا صالح بالتليفون اللي يهبط في لندن يجي فانسبيري بارك يسقسي على عبد الرحيم الجيجلي، يسقسي على صالح مول 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 الموقع، ندير معاه المستحيل باش ما يبطش برا، ندير معاه المستحيل باش ما يجوعش، ندير معاه المستحيل باش نلقى له خدمه، ندير معاه كلش. ما تسمعوش للناس تاع لي بوكوكو هادو تاع يغلق لك في وجهك وكانه مشت لاكليس تاع باباه. مرحبا بكل واحد اللي عنده رايو وحب يخدم ويدي صوفي والديه، اي كاينه الخدمه في الانجليز، يخدم والله غير يخدم، والله ما عنده كوارت والله غير يدير التاويل، يكون عاقل، يكون عاقل برك، ما يلوحش يدعو على الناس باسكو الانجليز عندهم اكبر جريمه اللي ما تقدرش تحصل على الكوارت وما تقدرش، هي المهلوسات والغبره والدبزه، تلوح يدك على واحد اي خلات عليك الكوارت ما تكحلش عليهم الى يوم الدين. هذه وحده. مرحبا بالجميع وما تسمعوش للناس وروحوا تخدموا على رواحكم. الميتي كان ينفع ذني. ايه وشنو؟ الميتي لازم حرفه ذني. الميتي انا ننصح الشباب حتى يكون جامعي يا اخي وحبيت تجي جيب معك اقل شيء 6 شهور تاع خدمه تاع حفاف عند واحد هنا في جيج لا في الجي ولا ما على باليش، تعلم الحفافه شد بها اليد باسكو على بالي باللي حفاف ما تقعدش. ما تقعدش وروح عند عبد الرحيم، اروح عندي انا الانجليز نوريك باللي ما تقعدش تخدم. هكذا. النقطه الثالثه، يا الحراق يا اللي شد الفلوكه وغامرت وكاين اللي كلاه الحوت في الطريق وكاين اللي وصل، علاه وصل؟ باه نعدي انا على الشارع تاع الجزائريين تاع فزبيري الفرك نلقاه يضرب في الزطله ويبيكي ويضرب في الغبره، علاه؟ ريحو ما قدام والديك، على الاقل الكبده تاع والديك ما مش محروقه، انت يسمع بيك والديك حرقت البحر والدنيا والكبده والغربه والوحش وخلا دار الشر والكارثه الطامه الكبيره كيزيد يلحق يلحقوا له الخبر باللي وليديك في الميليو، ماشي غير الميليو هذاك التماس راه غير نسميه الميليو. عبد الرحيم ماشي غير فانزبي بارك، الغربه يعني كامل بارباس. فهمتني انا حكيت على المنطقه اللي عايش فيها على كل حال. باش نعدي عليك انا نلقاك في البيس تدخل في يدك في جيب تاع الناس، تدخل في يدك في ساك تاع عمره سرقلها في الدراهم، انت حرقت وغامرت باش تروح تسرق في ليبيس، ريح في جيف الجزائر خير، وما ما تبهدلش بينا ما يقولش المسلمين سراقي، هذه اقل شيء. احنا اصحاب رساله تما، احنا لازم نوريو الكافر باش نكونوا حنايا، احنا بلا جامع وبلا دين وبلا اخر ما نقدروش نعيشوا، هذه هي دعاتنا وهذا هو التقاليد تاعنا. علاش يا ابن عمي ريح مع والديك ماله وخلاص، علاه السرقه هذه؟ كيفاش نحكمك هنايا الزطلان تقول لي باللي الدنيا ما حكمتش والخدمه ما كانش والدنيا وتخربطها لي ومننا، نقول له بالك غير عنده الحق، ما لقي ما عندكش الحق نقول بالك مسكينه ومهمه والله غالب، وبصح تقطع البحر وفي نفس العقليه وانت في بلاد اللي لازم تدير فيها التاويل وتخدم وتقدر تقرا
وتقدر تخرج حاجه وتبع لي في الغبره ولا اخر وتقول لي ديش ديما خرجتش عليك ثاني الانجليز لين تروح انت للمريخ تروح وين تروح فهمت السي هذه هي اللي يظهر لي الا عندك شي حاجه تسالني فيما يخص الغربه قريت اللغه والحرفه كما بعض الاخوه يقول لك نخدم كلش تخدم كلش او مصطلح يفهمه الجزائري بصح الاجنبي مثلا تروح لبريطانيا ما يفهمش نخدم كلش اللي عندك ميتي يعترف بك الاجنبي ما عندكش ميتي ما تقدرش تقول نخدم كلش كيفاش تخدم سوق الطياره مثلا سوق الطياره انت يا الرزاق على بالي الرزاق الله لكن واحد يدير حرفه على الاقل ياكل بها الخبز رزاق الله المهم اللي حابين يروحوا للانجليز انا نوجه نصيحه لهم يغامروا على الفيزا مادام راهي خرجت من لي كوميتي اوروبيان ام يمدوا في الفيزا المره هذه بشويه زواق زوق شويه الملف تاعك شويه دخل من الكونت شويه كذا تاجر شغل راح تجيب السلعه ما على باليش المهم بور لو مومون الفيزا انا كيما شفتها ام يمدوا للناس بصح ام يعمروا في الخزينه تاعهم ما تنساش بالحيله شويه قول عبد الرحيم ام يعمروا في الخزينه مادام الخزينه ما كانش الفيزا عليها ست شهور بثلاث جبلين وهذا تاع الجزائر غامر يا خويا واختك من الفلوكه هذه الفلوكه هذه يا اخي راك تحرق الكبده تاع والديك والديك يحتاجوك وانا البارح كنا دي سيليباتير وكنا دي جان دروك حنا رانا عندنا اولادنا ونعرفوا شنو هي الكبده ونعرف كيفاش يحسوا الناس الامهات بولدها كي يقولوا لها باللي ما وصلش لهي كيفاش راهي خلاص ما مسكينه خلاص راهي قابله لكلش لا سكر لكلش اجيني رسائل من الوالدين اللي ابنائهم مفقودين في البحر وراني نحس بهم يا خويا كاين اللي مازال حتى الان عنده الامل باه يلقى ولادو مازال ما يلقاهمش يلقى ولادو وما كانش داهم الحوت كلاهم الحوت ما على باليش وين راحوا وهذه كارثه يا الاخ البحر خداع انا حكمني البحر يا خويا صالح انا حكمني البحر طروفه في حياتي هكذا حكمني في كاب بوغارون باش دخلنا البجايه لا مارين ما حبش تخرج لينا هكذا تاعنا في متر هكذا وانا واحد جايبينها من الجزائر رايحين بها العنب ريقنات هكذا حكمني البحر ما بين بجايه حتى الجيجل حقنا البجايه عطانا واحد الشومبره تاعو قال لنا ريحو حتى يحبس التيت كان مال البحر وروحو الله يرحمه في قبره الله يجمع الجنه وكان يقضي لنا ويجيب لنا اللحم ونطيبو في الشومبره هذيك وناكلو ونشربو النهار اللي شغل تقلق وحكى حتى الشومبره هذيك شغل حي الكلمه هضرها شغل فهمها صاحبي باللي كيقول يقول لنا روحو صاحبي يحب يديماري وانا قلت له ديما نديماري واش البحر هو مازال كبير او قال نضروكم نسحبوا على ساعه ساعتين بلا كينوض قال لي ونلحقوا الجيش لو نوصلوا الجيش قلت له ولدي البحر ما تلعبش معاه ديماري انا كيعودنا اون فاس زياما من سوريا قال لنا انا وهنا وبداو ما طلعش تمتم بدا يطلع بالعقل 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 كي بقات لنا واحد 10 كيلو باش نلحقوا الجيجل لا مارين عيطان ما خرجوش وبالعكس كي دخلنا جاو سبونا قال لك فاش تخرجوا في الوقت كيما هذا الناس خرجوا كاع البومارشي هذه المنطقه في بومارشي ويشوفوا معنا وحنا نتخبطوا في الماء وربي سبحانه اللي ستر تقطع الفلوكه كنا نكركلوا معاها فيها صغيره من اللور تقطع الحبل راحت انا نقول له نخليوها نبوندونيها هو عقابها وتبليسينا تعمرنا الموتور بالماء بلي زيكاي تاع السردين سد هذوك اللي كيديكاجيو الماء هذوك ولينا شوف انا باش نفرغ الموتور ونطيش الماء تجرحت على راسي تجرحت على يدي خاطر يخبط راسك من يخبط راسك من الليل يعني انا شفتو شنو الموفيتو انا شفتو شنو الموفيتو ب 9 متر وشفتو شنو الموفيتو في طارق بن زياد ثانيه ايه الطبيب عادي يجري والفرملين في كل بلاصه لقي الدنيا خلاص ما فيهاش هذا في البابور في البابور الله يبارك راه في 300 ولا 400 طوموبيل وانت يا اخي تروحوا في 10 في 15 في فلوكه ماشيه شبر على الماء هذا بتي موفيتون برك راح ما تروحوش يا خوتي اللي ما يعرفوش البحر هذا ما تروحش روح في فلوكه تاع 3 ولا 4 ما بيش انا زعما سمعت بها على كل حال نحوت قالوا لي كاين لي فلوكات في اسبانيا ولا ما على بيش من الغرب الجزائري لاسبانيا تشد لك 3 سوايع ولا 4 سوايع انا ما طلعت فيها واللي عنده 90 مليون يدير بها مشروع ثاني قول والله العظيم يا الاخ انا جيراني من تما في لونجلتر راحوا 15 يوم عليهم اللي راحوا واحد الحق بالليله اللي فاش الحق بعد الصباح خدام ربي يبارك له ربي يزيد له وليد فاميليا وبابا انا عارفه ماشي تاع مشاكل ولا حاجه والدوزيام خدام لاباس به 9 ملايين في الشهر ولا شحال ولا 8 ملايين ولا ما على باليش خدم ربرب وبابا اونسيون نافيغاتور لاباس به لاباس به هما يحتاجوش يعني يكون يقعد عند بابا يشد
هو بالك حب يشوف العالم، حب يدور، عنده الحق، ما يسداش بالرسم، فهمتني؟ بصح انا الشيء اللي نصحو، الا كان راح يابوندوني هذا البوست ترافاي نتاعو، انا يظهر لي يكون يرجع للبلاد خير، ويطلع ساعه ساعه بالفيزا، ما يحركش الفيزا، بالك اللي يعطيه له ساعه ساعه ويطلع، يعطيه 5 سنين يحوس، يعطيك 5 سنين وقت ما تحب تطلع، يعطيه 10 سنين في المستقبل، فهمت؟ ما يابوندونيش البوست تاعو حتى يشوف ما احسن منه في انجلترا، ما ماهيش سهله صح. لا كان حاب تشوف وتخالط الدنيا، كاينه الطريقه نتاع الفيزا هذه، خالط وشوف وحوس ودور، ماشي مليح كي يخالط الناس الاجناس هذولا، مي باش تابوندوني بوست ترافاي تاعك وانت ما على بالكش. كاين هنايا زوالي يخربطوا له راسو طوموبيل تحته يخدم بها ما شاء الله، يروح يبيعها 120,000 120 مليون باش يروح يشري فيزا، فيزا ومن بعد بالك ما تصدقلوش، ما يجيش حتى باه يجيب دراما. كاين اللي باع بارتمون وراح من بعد انا قلت له بعد 5 سنين 6 سنين في الغربة، قلت له واش الأمنية نتاعك؟ قال لي الأمنية نتاعي أنني نشري بارتمون تاعي، فهمتني؟ ما طاحت به، ما الغربة هذه في 10 تعطي 8 تعطي 9، ما نقولوش باش بدينا احنا الكلام، بدينا الكلام باللي لونجليتير فيها الخدمة، الرزق بيد الله، واللي يحب يسترزق كاين، كاين الرزق. وما تسمعوش الناس لي زونسيان هذو اللي راهم يسدوها في وجوهكم، رزق على ربي، ولانجليز ماشي تاع باباه تاع هذاك اللي عنده الكوارت تاع اي واحد. فتحنا بها الجلسه هذه وما زلنا نركزوا على الكلمه هذه نورمال، بصح احرص على الشيء اللي في يدك، اسكو دير حسابك اسكو راح تضيعوا باش تريكيبيري اللي احسن منه، ولا تضيعوا وتولي تحوس تريكيبيري هو بعد هذاك الرزق اللي ضيعته وما تقدرش توصل ليه. وسامحونا اذا كان غلطنا يا ناس الغربه، والتحيه ان شاء الله نورمالمون نبداو بها، تحيه لناس لندن اللي راهم يشوفوا فينا. خوكم عبد الرحيم، راه عامين وخمس شهور هنايا من كورونا، رانا نخدموا في الكويطات الدراري باش نعاودوا نرجعوا، تعطلنا شويه ولاد الحومه هنايا يحسبوا فيا بعثوا لي اكسبيرسي قال لي كم نحاولوا الكوارتو بعثوه، وحنا رانا توحشناكم. وتحيه صالح صاحب الموقع هذا، وربي يبارك فيها ويعاون في الناس منا، والناس هي تبعث له من الانجليز ما لقاش خدمه، الحمد لله الحمد لله، وينشر في الموقع نتاعو الحمد لله الحمد لله، وربي يجعلها في ميزان الحسنات. امين. خوتي اخوكم عبد الرحيم، اخر الكلمه، انا ومانيش من الناس، انا كي نكون في الجامع في فنسبيري بارك نصليو ونطلقوا السلام ونجيو رايحين، انا مانيش من الناس اللي يروح ديريكت، انا حتى نشوف في العيشه في البرد والشتاء شكون اللي جاب الكابه، شكون اللي قاعد في الفون تاع الجامع، شكون اللي في باب تاع الجامع اللي ما لقاش السكنه، وعلى بالي نعرفوا في وجهه باللي جديد، كي نشوفوا نعرفوا باللي جديد، والشتا والبرد وعلى بالي باللي ما عنده وين يروح. انا يا من الناس ماشي نبتغي بها وجه ربي على كل حال، ماشي الناس، وصالح هو يعرفني، انا من الناس اللي نروح ليه نقول له خويا كش ما تحتاج راني هنا، الا قدرت ندير له هدا باش يبات ترونكيل في اوتيل لقيت، الا ما لقيتش نوجه عليا بعض الظروف يا صالح، غير نعيط لصحابي 5 6 اللي نعرفهم، واحد يقول لي في التليفون عليا 30، واحد يقول لي 40، واحد يقول لي 50، وندير لكم هذاك التوتال، نروح نكريلو في لوطيل، صباح يجي الشارع تاع الجزائريين، يدخل في وسط الجزائريين بالعقل، خدمه سكينه الدنيا منها ويلقى روحه، وما زلت نزيد نديرها، واللي يحصل يا خويا ويقصدني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي يجازيك، ربي يجازيك اخويا عبد الرحيم، بارك الله، بارك الله فيك على اللقاء هذا، اتى الله في روحك، ربي يجازيك خويا صالح، السلام عليكم، خويا صالح انا وجا عندي للدار اليوم، وكرمناه في الغداء. ورينا له الشخشوخه، الشخشوخه مختلفه تاعك الحوت، درنا له واش يحب، ربي يحفظك كرمتونا الله يكرمكم ان شاء الله، خرجنا للجبل تاع ليدور كما راكم تشوفوا الطبيعه الخلابه اللي راهي ما بوندونيز هذوله تاعنا. والسلام عليكم، الله في راك عبد الرحيم، السلام عليكم، بارك الله فيك، ربي يحفظك.